أهلا بكم. أكدت وزارة الزراعة في العراق أن المساحات المزروعة في البلاد تراجعت إلى 600 ألف دونم من مجموع 22 مليون دونم صالحة للزراعة، بما يعادل 2.5% من الأراضي الزراعية في العراق. وزارة الزراعة حذرت من تناقص هذه المساحات في السنوات القادمة بسبب قلة المياه الواردة من دول المنبع، فضلا عن قلة الأمطار التي تساعد على امتلاء الأنهار، مؤكدة أن الفلاح سيهجر الزراعة ويبحث عن مصدر رزق آخر إذا لم تتوفر له سبل الزراعة. قالت وزارة الزراعة إنها قررت منع استيراد محصولي الرقي والبطيخ، وأضافت الوزارة أن القرار سيمنع دخول محصولي الرقي والبطيخ من جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، مبينة أن قرار المنع جاء نتيجة لوفرة المنتج المحلي، وأن القرار تم بغض النظر عن تاريخ نفاذ إجازة الاستيراد من عدمها. عبر مواطنون في بغداد عن قلقهم البالغ من رداءة جودة مادة الطحين بعد ظهور حشرات وأنواع من الديدان في الحصة التموينية المسلمة، وأرجعت وزارة التجارة ظاهرة ظهور هذه الحشرات التي تم توزيعها إلى سوء التخزين، فيما لم توضح الوزارة إذا ما كان سوء التخزين لدى الوزارة أو بعد تسليم المادة للوكلاء لمادة الطحين. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها ضبطت شاحنة للحوم غير صالحة أو غير حاصلة على شهادة منشأ في المطار في مطار النجف، وأضافت الهيئة أنه تم حجز 21 حافظة تحتوي على دجاج مجمد ولحوم لا تحمل شهادة منشأ وبدون موافقات رسمية بحوزة مسافر باكستاني قادم على متن الخطوط الجوية القطرية. ويشار إلى أن ظاهرة تهريب الأغذية الفاسدة للعراق عبر المنافذ الحدودية قد زادت في الأشهر الأخيرة. أظهرت بيانات من قطاع النفط ومصادر ملاحية أن العراق حل محل السعودية في آب كأكبر مورد نفط إلى الهند، ويرجع مصدر هذه البيانات أسباب هذه الطفرة إلى تحول شركات التكرير إلى الإمدادات العراقية لتعويض انخفاض مشترياتها من الخام الإيراني قبيل فرض عقوبات أمريكية في تشرين الثاني. ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران عقب قرار واشنطن في أيار انسحابها من الاتفاق العالمي المبرم في 2015 لكبح البرنامج النووي لطهران. والآن مشاهدينا الكرام نتابع أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. وبهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.